هناك فرق ليس في الأسس ولا في التصور بين الإرهاب الحالي والإرهاب الماضي، إنما في الدرجة وفي بعض التكتيكات. يعني على سبيل المثال، الإرهابيون في موجاتهم السابقة كانوا مشغولين بما يسمى التطرس، بمعنى إذا وجد إرهابيا أن شخصا ما يريد قتله موجود وسط مجموعة من الأبرياء، هل يقتله أم يتركه؟ في البداية كانوا يقولون يتركه، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى يقتلهم جميعا والأبرياء يبعثون على نياتهم. في الطور الأخير مع داعش وصلنا إلى قتل بلا رحمة وبلا توقف، ما إذا كان هذا الأمر يمكن تبريره فقهيا أو من خلال التأويلات الفاسدة التي يتوهمون أنها من الممكن أن ترطب ضمائرهم. لم يعد الإرهابيون يتوقفون عند هذه الأمور. قديما كانوا يقولون أن المجتمع جاهلي ويجب دعوته، الآن انتقلوا إن المجتمع جاهلي ويجب قتاله. في الموجات السابقة كان العدوان موجه إلى رموز السلطة السياسية وإلى رجال الشرطة، الآن انتقلنا لأول مرة أن الجيش في المواجهة وأيضا مؤسسات الدولة بهدف إنهاكها. قديما كان هؤلاء يقاتلون أو يحملون السلاح بغية الوصول إلى السلطة، وهذا حلمهم، الآن هم يقاتلون من أجل العودة إلى السلطة بعد أن ذاقوها، والأمر جد مختلف. قديما كانت المخابرات تستخدمهم للسيطرة على المجتمعات إبان الاحتلال، الآن تستخدم هذه الجماعات لإعادة هندسة الجغرافيا والبشر والدول بشكل مختلف تماما وبطريقة أفدح. الإرهاب في الموجات السابقة كنا أمام جماعات محلية يمكن أن توجد صلات بينها وبين الآخرين، أو تحاول أن تنشئ تنظيما دوليا مثلما فعلت الإخوان، لكن الآن نحن أمام تشبيك دولي واضح يقوم على النموذج الملهم أو الملهم الذي رآه هؤلاء في القاعدة فبايعوها، تنظيم القاعدة في وادي النيل، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في بلاد الرافدين، في بلاد الشام، في جزيرة العرب، في شبه جزيرة الهند وهكذا. الآن حدث العكس، أفل نجم القاعدة وصعد نجم المتوحشين الجدد داعش، فبدأ هؤلاء من الجماعات المحلية يبايعونها. أستاذة نشوى وضعت يدها على قضية مهمة وهي العمق الاجتماعي، أن هذه التنظيمات بنت عمقا اجتماعيا مستغلة انسحاب الدولة من توفير الكساء والدواء والإيواء والغذاء لقاعدة عريضة من الناس. في الحقيقة لا يمكن أن ينزع من الدين الخيرية، يعني الدين ليس فقط للامتلاء الروحي والسمو الأخلاقي، إنما أيضا للتراحم والخيرية والنفع العام، هذا جزء أصيل في التدين وفي السلوك. الفرق بين المتدين الحقيقي وبين هؤلاء أن المتدين الحقيقي يبذل العطاء، يعطي الصدقات، يدفع الزكوات، يتبرع، الهبات، المنح، يربط على أكتاف اليتامى انتظارا للجزاء في الآخرة. أما هؤلاء فيهدفون من كل هذه الشبكات التي تقوم بأدوار اجتماعية إلى بناء رأس مال اجتماعي يمكن فيما بعد تحويله إلى رأس مال سياسي أو استغلاله في عملية مواجهة السلطة. ما طرحته الأستاذة نجوى في الأخير، الأستاذة نشوى في الأخير، هو مسألة مهمة. أنا من وجهة نظري وبشكل منهجي إن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكثيرا من الأقوال المنسوبة إليه أعيدت صياغتها في مرحلة لاحقة وبعد قرون
لتتكيف أو تصنع أيديولوجيا لمرحلة مغايرة، فسميت محاولة الدفاع عن العرض والأرض بالغزوات أي مسألة هجومية. ولعلنا لو استخدمنا علم الألسنية في تبيان ذلك سنجد أن كثيرا من الألفاظ التي قيلت أنها جرت في الزمن الأول في زمن البعثة والهجرة لم تكن متداولة في ذلك الزمن، إنما هي لغة القرن الثالث الهجري. بمعنى أدق، الآن لو قرأنا كتابات رفاعة رفع الطهطاوي في بداية أو في القرن ال19 سنجد مختلفة. حتى لو قرأنا نجيب محفوظ في أوله والآن، لو قرأنا كتابات علي مبارك أو كتابات القرن ال17 وهي لغة عربية أيضا، لكن كثير من الألفاظ قد هجرت، كثير من الآراء والتصورات المرتبطة بتطور الجماعة البشرية لأن اللغة كائن اجتماعي يتطور قد لم تعد موجودة ومتداولة، كثير من الأشياء التي كتبت بوصفها السيرة لغتها ليست لغة الزمن الأول، وعلم الألسنية يمكن أن يفصل في ذلك.